بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم. مبدئيا وقبل اي حاجه، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يمكن التعادل النهارده قدام سلاليوم بيديك رسائل كتيره جدا، رسائل خفيه لحاجات انت عملتها ما تعملهاش تاني، شويه حاجات انت مفترض كنت واثق فيها، مفترض ان انت تبدا تغير قناعاتك. زي ايه بقى؟ ما انا مش هدي لك كلام كده وخلاص. زي مثلا 4-1-4-1 اللي بدا بيها السيد جمال بالماضي، كان فيها مشاكل كتير، وهي سفيان فغولي وياسين ابراهيمي. ليه بقى ياسين ابراهيمي وسفيان فغولي كان في مشكله في ال 4-1-4-1؟ لان هارس بالقبله ما هوش اسماعيل بن ناصر ولا هو رامي الزروكي، يقدر يشيل الملعب لوحده. ال 4-1-4-1 دي كانت بدايه اساسا غلط. والله بجد كانت بدايه غلط. ليه بقى كانت بدايه غلط؟ لان زي ما قلت لك، هارس بركبله مش اسماعيل بن ناصر ولا رامي الزروكي، ما يقدرش يشيل الملعب لوحده. ففي وقت كنا بنلاقي سفيان فغولي بينزل يستلم من تحت علشان خاطر يحرك الكره لقدام، وكنا بنلاقي ان ياسين ابراهيمي برده بيحاول ينزل يستلم علشان يحرك الكره لقدام. بس في الحاله الدفاعيه لا ياسين ابراهيمي كان بيرجع ولا سفيان فغولي كان بيرجع مع هارس بركبله، فكنا بنلاقي دايما في مشاكل كتير موجوده الشوط الاول بالنسبه لخط دفاع المنتخب الجزائري. اللي بدران قبل خروجه كان عامل ماتش كويس جدا، هو وعيسى مندي. كان في مشاكل على الاطراف، كان في مشاكل على الاطراف. الشوط الثاني اول تغييره السيد جمال بالماضي قررها هي نزول جمال بالعمري مكان بدران، ودي فرقت معاه في الكره العاليه، فرقت معاه جدا في فكره ان انت لو في اي كرات ثابته بالعمري هيطلع هيكون مؤثر جدا عن عبد القادر بدران. فجمال بالعمري هينزل يسد لك ثغره دفاعيه، وهينزل كمان يحاول يقرب الخطوط مع هارس بالقبله شويه، ونحاول نطلع علشان خاطر نغطي ورا هارس بالقبله شويه. يعني مفترض ان احنا هنساعد هارس بالقبله الاثنين اللي تحت، الاثنين مساكين اللي هم عيسى مندي، وكمان هيكون معاه جمال بالعمري، هيطلعوا ياخدوا 5-6 خطوات قدام علشان خاطر نساعد هارس بالقبله اللي في نص الملعب ضايع لوحده. فنص الملعب كان فيه مشاكل كتير هجوميه ومشاكل كتير دفاعيه. جمال بالماضي الحل الامثل ليه كان انه الشوط الثاني يا بندبكه مكان فغولي، يا مكان ياسين ابراهيمي، يا لعيب زي ادم زرجان مكان ابراهيمي او فغولي، وترجع تلعب 4-2-3-1، وبعد 10 ربع ساعه تقرر ان انت تطلع اللي باقي من فغولي او ابراهيمي وتنزل فريد بولايه وتلعب 4-2-3-1. وقتها هيكون ليك فرص خطيره، وقتها هيكون ليك نتاج على المرمى تقدر تخلص بيه المباراه. بس هل معنى كده ان ما كانش فيه نتاج الشوط الاول ولا الشوط الثاني اثناء وجود ياسين ابراهيمي وسفيان فغولي؟ لا، كان فيه. حتى ياسين ابراهيمي ضيع واحده حرفيا لو جات له 7-8 مرات مش هيضيعها، بس هي كده الكوره ما كانتش عايزاك النهارده، الكوره ما كانتش حباك، زائد ان انت بتلعب على ارضيه سيئه، زائد توقيت المباراه. توقيت المباراه دي الساعه 3 العصر، لا منتخب مصر تستنى منه كوره، ولا المغرب تستنى منه كوره، ولا تونس تستنى منه كوره. والمنتخب الجزائري انضم للقائمه دي بتاعتنا، اللي هو احنا لما بنلعب في مواعيد 3 العصر دي في جو حر، اللعيبه بتاعتنا بتبقى خارج نطاق الخدمه خالص، فبنلاقي ان الرطوبه والحراره بجانب الارضيه السيئه، بجانب ان الخصم متعود يلعب في الظروف دي، بتلاقي ان احنا عندنا مشاكل كتير. حتى لو احنا فنيا اعلى منهم بكتير، بس هم التعود والتكيف على الظروف والاجواء المحيطه دي بتفرق معاهم جدا جدا جدا. المنتخب الجزائري اسام سليماني لما طلع ونزل مكانه بغداد بونجاح، ولما طلع فغولي ونزل مكانه فريد بولايه، ولما بندبكه نزل واتقلبت 4-2-3-1، كان المنتخب الجزائري وقتها خطير جدا جدا على المرمى. حتى اول كره جت لبندبكه والمرمى حرفيا خالي، بس بندبكه لعبها بطريقه سيئه، وفي كره كمان الحارس طلع غلط وجت لرياض، مش عارف رياض محرز وقف عليها كتير جدا ليه. المنتخب الجزائري النهارده كل الظروف كانت ضدك، سوء توفيق، اصابه رامي الزروكي كانت حاجه مؤثره جدا بالنسبه لك النهارده، التوقيت بتاع المباراه كان مؤثر، الارضيه بتاع المباراه كانت مؤثره. هل ده يخليك تقول ان المنتخب الجزائري بدا بدايه سيئه وبدايه غير مبشره؟ لا اطلاقا، هي ظروف مباراه، هي ظروف مباراه زي ما بدانا في الاول. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. لعل السيد جمال بالماضي يعرف ان سفيان فغولي وياسين ابراهيم وجودهم الاثنين في الملعب مع بعض فكره قد تبدو غير ناجحه. فكره قد تبدو غير ناجحه. سفيان فغولي وياسين ابراهيمي اتنين حرفيا شبه بعض البروفايل بتاعهم، فوجودهم الاثنين في الملعب معناه انك بتخسر لاعب، غير ان هم اساسا مع اسلام سليماني معدل الاعمار عندك هيكون عالي، فالريتم بتاعك هيكون بطيء. فمفترض ان الافكار اللي تم استخدامها النهارده في البدايه ما يتمش استخدامها في ماتش غينيا الاستوائيه ولا في ماتش كوتيفوار. مفترض يعني، لان الافكار دي كانت افكار غير ناجحه، فمفترض انك ما تكررهاش تاني. ليه؟ علشان خاطر الافكار دي فشلت معاك مع سيراليون. ممكن يكون هو بدا بفغولي وياسين ابراهيمي علشان خاطر عايز يدي مسج قويه جدا للخصوم ان احنا جايين نعمل سكور على سيراليون في البدايه، بس توقيت المباراه والظروف والاداء اللي كان عليه لعيب سيراليون عملوا مفاجاه
غير متوقعه للسيد جمال بالماضي، مفاجاه بتعلمك ان انت مش لازم تدي رسائل قويه ومش لازم تدي رسائل تحذيريه بقدر ما انت محتاج تطلع باي نتيجه، لان البطوله دي زي ما اتكلمنا عليها ملهاش اي معايير ولا ليها اي مقاييس في التوقيت اللي احنا فيه ده، اللعيبه جايه لك وهي بدنيا منهاره، فقصه انك تلعب مباريات مفتوحه وان سايد جيم الموضوع ده مش هيكون كبير، لان احنا عارفين ان في مشاكل بدنيه اللعيبه بيعانوا منها، غير ان اللعيبه اساسا مفترض ان هم يكونوا واخدين اجازات الاسابيع دي، بس الاسابيع دي احنا ضامنين وبنلعب كاس الامم الافريقيه، فعندك مشاكل كتير. فاتمنى ان الحاجات اللي تم التفكير فيها النهارده يتم مراجعتها شويه، ونحاول ان احنا ما نعملش نفس الافكار دي هي في الماتشات الجايه، علشان لو عملنا الافكار دي في الماتشات الجايه هلاقي النتيجه ما اختلفتش، لان التصرف اللي بتعمله مرتين ثلاثه وبيكون بيديك نتيجه واحده. فنتمنى ان النتيجه الواحده دي ما يروح لهاش جمال بالماضي، نتمنى ان انت تتعلم ان انت من فكره ما ينفعش ابراهيمي وما ينفعش فغولي، وفريد بولايه ياخد وقت من البدايه، سعيد بالرحمه ياخد وقت من البدايه، بالرحمه برضو اللي كان غير موفق، يعني بالرحمه اول ما نزل عطله واحده بالرحمه ما بيضيعهاش، بس هي النهارده ظروفك كلها كانت مش مهيئه انك تطلع كسبان. فلا تغضب، ما تزعلش قوي، زي ما كنا بنتكلم على الايجابيات في الماتشات اللي الجزائر بتعملها في الماتشات اللي بتكسبها، لازم تتقبل السلبيات اللي احنا بنتكلم فيها النهارده. لو الفيديو عجبك بعد كل ده فانت والله شيء وحبيب واخ، ولو الفيديو ما عجبكش برضه شيء وحبيب واخ، يعني الموضوع مش هيختلف كتير على لايك او سبسكرايب او حتى على ديسلايك، اعمل اللي انت عايزه يا برو، وتذكر دايما ان مش لازم تبدا بدايات قويه جدا عشان خاطر تكون بطل البطوله في النهايه.